بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين. بإذن الله تعالى سوف نبدأ أولى دروس شرح برنامج العروض التقديمية الباور بوينت، والمقدمة من المعهد السعودي المتخصص العالي للتدريب واللغات. وفي هذا الدرس سوف نتعلم مكونات الشاشة الرئيسية والقسم الخاص بتنسيقات الخطوط. أولا، شاشة الباوربوينت أو النافذة الخاصة بشاشة العروض التقديمية أو برنامج العروض التقديمية تتكون من، أولا تتكون من شريط العنوان، شريط العنوان ويحتوي على اسم العرض التقديمي والتراجع عن المراحل الانتقالية للشرائح وتكرار معاينة الانتقالات وحفظ، ويحتوي على طريقة عرض الشرائح. يتكون أيضا أو تتكون أيضا شاشة برنامج الباوربوينت من القوائم، قائمة الصفحة الرئيسية، قائمة ملف، قائمة إدراج، قائمة تصميم، قائمة انتقالات، قائمة حركات، قائمة عرض الشرائح ومراجعة وعرض وتنسيق. يتكون أيضا أو تتكون أيضا نافذة برنامج الباور بوينت أو العروض التقديمية من نافذة التصميم أو الشاشة الخاصة بالتصميم، وأيضا يتكون من الشرائح أو عدد الشرائح الموجودة على يمين الشاشة أو نافذة الخاصة بالشرائح. يبقى نافذة خاصة بالتصميم ونافذة خاصة بالشرائح وقوائم وشريط العنوان وشريط الحالة أسفل البرنامج وشريط الحالة أسفل البرنامج كما نلاحظ. هذه هي المكونات الأساسية الخاصة بالبرنامج العروض التقديمية الباوربوينت. ولفتح ملف جديد في نافذة البرنامج أو لفتح عرض تقديمي جديد من قائمة ملف ثم جديد ثم نضغط على عرض تقديمي فارغ، عرض تقديمي فارغ. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بعمل عرض تقديمي جديد، ولكن نلاحظ هنا أن طريقة عرض الشرائح من اليسار لليمين، ولتغيير طريقة عرض الشرائح من قائمة عرض ثم اتجاه طرق العرض من اليمين إلى اليسار لتتحول أو ليتحول طريقة عرض الشرائح من اليمين لليسار. بهذا القدر نكتفي، ونراكم في درس قادم من برنامج العروض التقديمية الباوربوينت والمقدمة من المعهد السعودي المتخصص العالي للتدريب واللغة.